شو؟ مثل ما سمعتي. كيف؟ وأهلا مش موافقين؟ اتفقت معها تهرب معي. ولا عندك شك بقدرات خيك؟ المشكلة إني بعرف، بس هالشي رح يزيد الخطر عليك. وبعدين في دليدا، دليدا مرتك. قطعت لي همها، مش رح أخبرها هلا. والله لا أذبحك وخلص عليك يا واطي. لا تعذب حالك زعيم، أنا بذبحه وبشرب من دمه كمان. ما شاء الله عليك، شو الأخوة أنت؟ زعيم الله وكيلك، أنت فهمني غلط. أنا ما فهمك يا صح ولا؟ الحمى ضربك، بدك تضحك علي وتسخرني؟ ما عاش بده يصغرك ويضحك عليك. بس زعيم هن مدري شلون يعني، قص من عودها ما بعرف شو غير مطرحهم. حتى لو كانوا غيروا مطرحهم، أكيد أنت اللي خبرته. الله يسامحك يا زعيم، أنا إيدك اليمين. اسمع بقوا بق العشر دهب اطلع فيه ولا شو؟ بق اجوبه ما بقوا. زعيم دهبات مبقوا للزلمة يدفعوا يعني؟ لك هذا ما فيه دم، ما بيستي على حاله، عم يطالب بحصته بالورثة ولسه تراب ابوه ما نشف. بتكون نعمة هي اللي عم توزله براسه، بس انا اللي بدي اكشف على حقيقتها. شو عم بيصير؟ منين بدي لاقيها هلا لاقيها؟ اختي انت شو بتشوري علي مشان ويداد؟ شو ساوي؟ هي ابنك عندك، روح لعند ابو فهد وتفاهم معه على القصه، واذا كانوا لساتهم معندين على الطلاق اخي طلق طلق وريح راسك. هيك رح ساوي، هيك رح ساوي. بدنا نرجع العز للعيلة، والزعامة رح ترجع تاخذها. والله أنا كنت عارفانة إنه هالوز كله من أختك زمرود. نعمة، مو أنت من الأول عرضت علي هالقصة؟ مزبوط، بس أنا لما عرضت عليك إني جوزك عرضت عليك مشان تتأكد، مو مثل أختك زمرود. أختك بدها تجوزك لتخرب بيني وبينك وتفضحها، لأنه متى ما تجوزت إذا ما حبلت مرتك الجديدة الخلايق كلها حتحكي بالسيرة. شو عم تحكي معقول؟ أنا مو فارقة معي، أنت قلبها براسها. لأنه أختك هيك بتكون حاسبتها، فضيحة قدام العالم وبعدين بتطلقني منك وبتقعد مبسوطة حضرتك.